فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. من أوجه المشابهة أو التشبه بالكفار التي نهينا عنها التشبه بهم في الغلو بالقبور والأموات، وذلك بالتبرك بهم وطلب الحوائج منهم وأن يعمل على قبورهم بنايات أو كتابات أو أي ما يدعو إلى تعظيمها والتعلق بها، فإن هذا من دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم،